السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في تفسير رؤية النافذة في المنام. اليوم إن شاء الله نتحدث عن تفسير رؤية النافذة أو الشباك في المنام، وهي يعني من الرؤى الشائعة. كثير من يعني ليس كثير، بعض علماء تفسير الأحلام يرون بأن رؤية النافذة أو الشباك في المنام هي يعني رؤية غير محمودة، لكن بعض علماء التفسير منهم العلامة ابن سيرين يرى بأن رؤية النافذة محمودة بخلاف بعض الرؤى التي سأتطرق إليها إن شاء الله اليوم، التي تعتبر غير محمودة عند رؤية النافذة. رؤية النافذة في منام العزباء تشير إلى أن هذه البنت قد اقترب زواجها، وإذا رأت البنت العزباء في منامها أنها تطل من النافذة، نافذة مفتوحة تطل منها، ورأت شخص تعرفه، فهذه الرؤية تفسر لها بالزواج من ذلك الشخص عينه. إذا رأت البنت العزباء بأنها تطل من نافذة مفتوحة وترى يعني مناظر جميلة، مناظر طبيعية، يعني مناظر خلابة تراها في المنام، هذه الرؤية تفسر لها على أنها ستتزوج من الشخص الذي تحلم به. إذا رأت البنت العزباء النافذة مغلقة في منام، هذه الرؤية تشير إلى أن هذه البنت قد مرت من علاقات فاشلة في حياتها. بالنسبة للمرأة المتزوجة، ظهور النافذة ظهور النافذة مفتوحة في منام المرأة المتزوجة يشير لها على قدوم الخير والرزق الكثير. إذا كانت هذه المرأة المتزوجة تنتظر خبرا بشأن أمر ما ورأت النافذة في منامها مفتوحة، هذه الرؤية تشير على أنها تسمع خبرا مبشرا على ذلك الأمر عن قريب. النافذة المفتوحة ظهورها في منام المرأة المتزوجة قد يعني لها الولادة، الحمل والولادة إذا كانت لم تنجب بعد. إذا رأت المرأة المتزوجة بأن النافذة مغلقة في منام، هذه الرؤية تفسر لها بالخلافات ومشاكل زوجية أو أسرية مع زوجها. وإذا قامت المرأة المتزوجة في منامها بإغلاق النافذة، هذه الرؤية تشير لها إلى سفر زوجها. بالنسبة للمرأة الحامل، ظهور النافذة المفتوحة في المنام يفسر بالولادة السهلة، يفسر بالحمل السهل، يفسر كذلك بسلامة المولود، خاصة إذا رأت نفسها أنها تنظر من النافذة وترى جمال طبيعي خلاب. في حالة رؤية المرأة الحامل أن النافذة مغلقة أو نوافذ مغلقة، فهذه الرؤية تشير إلى أن ولادتها أو ذلك الحمل سيكون ليس بحمل هين، يعني سيكون صعب. ظهور النافذة في منام الرجل هي فيها بعض تفسيرات المحمودة وبعض غير محمودة. نبدأ بالمحمودة. بالنسبة للرجل، إذا رأى نافذة مفتوحة، النافذة المفتوحة لكل يعني كل أنواع الرائيين، يعني متزوج، رجل، حامل، النافذة المفتوحة تدل على الخير، تدل على الرزق، تدخل على الأخبار السعيدة والسارة. بالنسبة للرجل الأعزب، إذا رأى أنه يفتح النافذة وكانت لديه يعني أمنية أو طموحات، فإنه سيحققها، وإن كان يريد الزواج تزوج في عامه. المشكلة عند رؤية النافذة بالنسبة للرجل، إذا رأى أنه يدخل بيته من النافذة، هذه الرؤية تشير لها على أنه رجل لا يستطيع تحمل المسؤولية، يعني أن المسؤولية تفوق طاقته. رؤية الرجل كذلك أنه يخرج من النافذة يدل على أن هذا الرجل يفعل أشياء سرية ستفضح أمام الناس. بالنسبة لرؤية النافذة المكسورة في المنام، ماذا تعني رؤية النافذة المكسورة في المنام؟ النافذة المكسورة والنافذة المغلوطة المغلوقة غير محمودين في منام الرأي، كيفما كان هذا الرأي، امرأة أو رجل. النافذة المكسورة تدل على الفشل والإحباط في الحياة، النافذة المكسورة تدل على تأخر الزواج العزباء والأعزب. كذلك النافذة المكسورة للمتزوجين تدل على المشاكل، الصعوبات والعقبات، للمطلقة تدل كذلك على العقبات التي توجد في حياتها.
فالنافذة المكسورة رؤيتها غير محمودة. هذا كل ما يدور حول تفسير رؤية النافذة في المنام. من لديه رؤية يريد تفسيرها فليكتبها على شكل كومنت، وإن شاء الله سوف نفسرها لكم. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تنسوا ضغط زر الاشتراك وكذلك ضغط زر تكس إن أعجبكم الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى موضوع قادم.